السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف هذا الإنشاء اللي دزولنا إياه، أو شوف لقيناه بالإنترنت، هم دزولنا على الإنترنت. خلينا نشوف هذا الإشكال أو هذا الإنشاء بإشكال لو ما بإشكال. تعال خلينا نشوف بياتهم. أولا جل من لا يسوى، كل إحنا نخطأ، لكن اللي يخطأ لازم يتعلم من الخطأ مالته. As a fact المفروض أكو فارز هنا، هذا مهم. Smoking is a main cause of many diseases. هو السبب الرئيسي للعديد من الأمراض. That can really lead. حبيب قلبي، الكان يجي وراها فعل مجرد، يجي وراها مصدر. إذا هنا ما يصير تحول الفعل إلى الماضي، إذا لازم يكون بالمضارع المجرد lead. هذا خطأ قواعد. أعتقد إنه هذا الخطأ القواعدي راح ينقصون عليه درجتين. يعني الطالب اللي كاتب هذا الإنشاء هاي درجتين نقص حياة صار. lead to death like cancer and heart attack. أيضا هنا عندنا خطأ قواعدي. ليش؟ لأن هاي بالمفرد، بالمفرد لازم تخلي هنا أدوات التنكير، أي أو تخلي لها أس الجمع الذبحات الصدرية. أوكي، هذا الخطأ الثاني اللي عندنا هنا. يعني إذا نصحح اعتبر هذا الخطأ بالإملاء وهذا خطأ قواعدي، إذا ذني 4 درجات طائرة. بس إن شاء الله نقول بس مرة واحدة. Both smokers and non-smokers are badly affected by smoking. Okay. Firstly, smoking التدخين. إعلانات التدخين smoking advertisements can be seen everywhere and by all people. And by all people. يا مو مشكلة، هاي الآن ما لها تأثير هنا. By all people. وبكل الناس، يعني هاي كأنما هو شلون نقول كاتبة بالعراقي ومترجمة للإنجليزي. طفل مكيف. أوكي. Secondly, these adverts give the message that smoking is the best way to show how successful, popular, attractive smokers are. مشكال. They do not mention anything. لا يذكرون أي شيء. المهم أنا أقول هذا عراقي. كاتبه بالعراقي. لم يوضح أي شيء. أو do not mention. اوكي مرجال بلو زي مشاء about the dangers of smoking. مخاطر التدخين. Smoking is so common among young people that every day we see a lot of people. نانا شازي عدنان. المهم هي ما تأثر، بس الأفضل يقول many، العديد من الناس، كثير من الناس. Under the age of 18 start smoking as a good solution. كحل مناسب smoking advertisements should be banned to protect people's life from their results. Okay. بدل الأخطاء اللي عندنا، يعني إذا أنت حافظ هذا الإنشاء بس حصحح ذني وكل شيء تمام. شكرا جزيلا.